بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهاردة عن الغسالة الزانوس اللي هي 8 كيلو. هنشرحها إن شاء الله بنظام الوقاية، هيبقى شرح إن شاء الله بسيط وسهل بإذن الله لأي حد يقدر يشغلها يعني إن شاء الله. بص حضرتك، بالنسبة لنظام تشغيل الغسالة دي، شايف حضرتك الجوان ده؟ تحت الجوان ب5 سم أو 6 سم بمستوى الغسالة لحد جوه، من فوق فاضي ونحط من تحت زي ما احنا عايزين، نقل ما نزيدش، أو قبل تقيلة أهي، بحيث قبل تقيل بمستوى الغسالة لحد جوه، من فوق فاضي ومن تحت زي ما احنا عايزين، نقل ما نزيدش. البطانية الكبيرة لأ، لحاف الفايبر الكبير برضه لأ، بحمل الغسالة. ممكن البطانية الصغيرة بتاعة الأطفال أو لحاف الفايبر بتاع الأطفال. الكوفرتيات أو الدفايات كبير صغير مفيش مشكلة، بس ما احطش دفايتين 2 كبار مع بعض، ما احطش 2 كوفرتة كبار مع بعض، حمل الغسالة. كوفرتية واحدة كبيرة أو دفاية واحدة كبيرة. ممكن أحط دفايتين صغيرين بدور أطفال أو 2 كوفرتة بدور أطفال، أو دفاية كبيرة ومعاها دفاية صغيرة، لكن ما ينفعش أحط كوفرتة كبيرة ومعاها كوفرتة صغيرة. ليه؟ لأن الكوفرتة بتبقى تقيلة شوية. ده بالنسبة للملابس. بالنسبة للشرابات، المناديل، الحاجات اللي هي الصغيرة كلها، بنجيب كيسة بسوستة كده ونحط فيها الشرابات والمناديل والحاجات دي. ليه؟ عشان أثناء التكفيف اللي هي السرعة العالية ما يخش الشراب ما بين الحالة الاستانلس والإيه والحالة الخارجية، يعمل لي مشكلة بعد كده في الغسالة، فيفضل نحطه في الكيس. ده بالنسبة للحاجات اللي هي الصغيرة. كده الملابس، في مشكلة عندكم؟ بالنسبة للمسحوق، بحط هنا 3/4 كمية المسحوق، 3/4 كمية المسحوق، بحط هنا ربع كمية المسحوق، وبحط هنا الإضافات، داوني، معطر، مليل، مرطب، زهر، أي إضافات بحطها من هنا. طبعا الدرج المفروض بيتنضف أول بأول. لو جيت أسحب الدرج ده كده، أنت هتسحب معايا، بضغط على علامة الصبع ده البوش دهيا، أي اتساخات، أي رسوب ولا حاجة بنضفها من جوه برضه نفس القصة، وأركب الدرج زي ما أنتم شايفين كده. تمام؟ ده بالنسبة لتنظيف الدرج. في عندي فلتر، الفلتر ده كل شهر او كل شهرين بفك الفلتر ده شمال، بس انا مش عايز افكه دلوقتي لان الغسالة مقلبها ميه، فمش عايز اغرق المكان. بس بنفك الفلتر ده شمال، بخرج في دبوس، في زغبار، اي تسخات، اي ولا حاجه بنضفها، واقفل الباب بتاعي، واقفل واركب الفلتر بتاعي. بالنسبه لنظام التشغيل، ده مفتاح الطاقه اللي هو ورا هي البكره دي، مجرد ضغط كده جابت لها برنامج القطن اللي هو الرئيسي بتاع الغساله، جايب درجه حراره 60 درجه، هو مظبط عادي اللفات بتاعته 1200 لفه، هو مظبط نفسه بنفسه. لو انا ضغطت ستارت وكده اكيد تشغيل الغسالة اشتغل، هتبدا تسحب ميه وتغسل وتشطف وتجفف وتصرف، تعمل كل حاجه لوحدها. هي مظبطه درجه الحراره على 60 درجه حراره عادي، اللي فات 1200 لفه، ده برنامج القطن هو الرئيسي. لو انا عايز برنامج تاني غير القطن، الغساله مطفيه بايد الغساله كده، عند الاصطناعي اللي هو فيه الياف صناعيه، جايب درجة حرارة كام؟ 40 درجة حرارة، جايب لي عدد لفات 1200 لفة، هو بيظبط برضه نفسه بنفسه. ديليكيت اللي هو الحرير، ستان، ستاير، أي حاجة ذات ملمس ناعم. بعد كده عندي الجنس اللي هو الجنسيات. بعد كده عندي القطن، الكوتنز اللي هو القطن برضه، بس قطن القطن اللي فوق ده كان قطن ملون، ده القطن اللي هو الفانيلات البيضة اللي هي الملابس الداخلية. عندي سبن ودرين اللي هو التجفيف وطرد الميه. لو احنا غاسلين بره وعايزين الغساله تجفف فقط، بجيب سبن اللي هو زائد او درين، هو الدرين طرد ميه، والسبن اللي هو تجفيف الحل اللي هو عباره عن 9 دقائق ويبلغ 1200 لف. ده عند السبن على 1200 لفه برضه 20 دقيقه. هنا عند الوول اللي هو الاصواف، سايكل اللي هو الحرائر، ستانات، شفونات، الحاجات الضعيفة والحاجات اللي مش متسخة قوي. ميكسد اللي هو الخليط، جنسيات على أقطان وهكذا. الكويك اللي هو السريع، تيشرتات، ملابس رياضية، الحاجات البسيطة أو الحاجات اللي مش متسخة أو نسبة عرق ولا حاجة. البلانكت اللي هي البطانية، بس قلنا إيه بلاش البطانية، لأن البطانية بتبقى لما بتشرب ما تبقى حامي على الغسالة، بنقول إيه كوفرتيات أو الدفايات أو ما شابه ذلك. الارج اللي هو زي نظام تعقيم للملابس، هنا غسيل بالبخار لو انا عايز اغسل بالبخار ولا حاجه بستخدم البرنامج ده. وكده الاسطوب، انا جبت مثلا برنامج القطن هو درجه الحراره جايبه عن 60 درجه حراره، لو عايز اغير درجه الحراره 50 درجه، لو انا عايز 40 درجه حراره، لو انا عايز التمبريتشر هي عايز 30، عايزها 20 درجه حراره، عايز بدون درجه حراره كولد بارد، 90 درجه حراره اللي هو الغليان، زي ما انا عايز معايا من اول كولد لحد 90 درجه حراره. اللفات السبن جايب لي 1200 لفه، لو قمت متك على السبن لو انا كده 1000 لفه كده 800 لفه 600 لفه 400 لفه
كده لغايه نوز بن، يعني بدون عصر سيد تغسل وتضرب ماء في خلال دقيقه، لكن ال 12 دقيقه او 13 دقيقه اللي هم بتوع التجفيف مش هتعملهم. بعض الناس بيعملوها زي الجامعه كبار في السن زمان، ست البيت ام ماسكه الهدوم فردها بدها تقول لك ايه عشان الهدوم ما تطلعش متجعله او ما تطلعش مكرمشه، فبتستخدم اللي هو نوز بن اللي هو بدون عصر كده. ال 1200 او ال 1000 ايا كان. في عندي بعد كده البري ووش، هو الغسله المبدئيه او غسله اوليه او زي نظام ناقع لو انا عايزه كاوبشن مع البرنامج، بختاره كاوبشن مع البرنامج اللي هو اللي فوق ده. في عندي هنا اكسترا رينس اللي هو شطفه اضافيه لو انا عايز شطفه اضافيه برضو بختار. طيب انا وليكن هشغل غساله مثلا الساعه 10 بالليل، وليكن الدور هيبقى ساعتين، يعني معنى كده هتخلص الساعه 12 بالليل، هتفضل غساله من اول الساعه 12 بالليل لحد يوم الصبح الساعه 7 او الساعه 8، بالذات في الصيف اجي اخرج الملابس لا ملابس صحتها مش كويس. في نقطه هتفيدني في الموضوع، حاجه اسمها التايم ديلي او الديلي ستارت اللي هو تاجيل التشغيل، اللي هو ده تقريبا كده مثلا هتناموا كام ساعه مثلا؟ تقريبا 8 ساعات مثلا. تمام 8 ساعات هقوم جاي عند الديلي اند اقول لها غساله احنا هننام 8 ساعات. لو انا ضغطت ستارت بس مش هشتغل الا قبل ال 8 ساعات بوقتها، هي نشتغل قبل 8 ساعات بوقتها، يعني هي لو وقتها ساعتين هي الساعه الستة هتشتغل الساعه 8 وفتح عيني من النوم انا خلصت معايا، انت مخلصين النوم هي مخلصه الغسيل، خرج الملابس هنلاقيها فريش مفيش اي مشكله. ماشي ده اللي هو التايم ديلي. خلوا فرق ما بين كل دور والتاني ساعتين راحه غساله، او اشتغلوا دور اول يوم ودور اخر اليوم، او كل يوم دور. لو اشتغلنا اصلا كل يوم دور مش هيبقى عندنا اصلا غسيل، لكن ما ركنش شغل اسبوعين وعامل كل يوم واحد ده اكبر غلط، اول باول يبقى احسن. لو انا غسل بره وشطب بره وعايز غساله جافف بس، بقوم جاي مقلب اهوت هيجي عند ايه 9 دقائق السبن واقوم ضغط ستارت، هي في خلال 9 دقائق كنت اقدر ما جايه في الحل. اهم حاجه بعد ما اخلص غسيل لازم اشيل الفيشه بتاعتي عشان خاطر لو كهربا جت عاليه كهربا جت ضعيفه ما تاثرش بالسلب على البورده مع المدى البعيد سنتين ثلاثه قدام بقاش في اي مشكله. دي البرامج زي ما احنا شايفين. هي بدأت تلف هي. طبعا مهم اول ان احنا الفلتر ما نسيبوش فتره طويله من غير ما ننضفه، اللي هو الفلتر اللي تحت لازم يتنضف على الاقل حتى كل شهر مره. دي تبدأ تاخد السرعه بتاعتها دلوقتي. وبعد ما نخلص غسيل لازم نشيل فيش عشان خاطر لو الكهرباء جت عاليه الكهرباء جت ضعيفه ما تاثرش بالسلب على البورده مع المدى البعيد سنتين ثلاثه قدام مبقاش في مشكله. لو في اي حاجه قولوا، لو في استفسار قولوا. لو انا عايز اعملها غسيل بالخل دوره خل مثلا، هنقوم جايين مثلا على برنامج الغساله المطفيه، هقوم جايب على اكبر برنامج اللي هو القطن، اللي هو القطن الملون ده، واقوم جايب ازازه تخلو صغيره او نص تخل كبيره واصبها في قلب الدرج هنا. بس طبعا انتوا ما عملتوش خالص من اول الغساله ما جت، يبقى هنجيب تمن ملح ليمون واحطه في قلب الدرج واقفل الغساله بتاعتي واجيبها على البرنامج اللي هو القطن الملون ده مثلا، واقوم ضغط ستارت اوكي تاكيد تشغيل، هتبدا الغساله تسحب ميتها وتغسل نفسها وتشطف وتصرف تعمل كل حاجه لوحدها. ده صيانه كل شهرين او كل 3 شهور مره، هي دوره الخل دي. تمام لو في حاجه ثانيه قول. يعني بتشغلها على نفس ال البرنامج ده اللي انتوا ما عندكوش توب كلين تنظيف حوض، مفيش عندي بروجرامات هنا فيها توب كلين. ماشي في حاجه ثانيه؟ لا مفيش. تمام والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.